هاي أجواء نحن عاملين هاي الأجواء أجواء سورية طبعاً، كلها ديكورات خشب، و يعني نحن أخذنا التراث تبع سوريا وخليناه بكردستان، هذا التراث تبعنا نحن السوري. وفي عنا نحن من جميع الأنواع الطبخ، يعني إن كان شرقي وإن كان غربي وإن كان حلويات وإن كان جميع المشروبات طبعاً، من فواكه من عصائر من كل شيء يعني. والله أكو كل شيء يعني، الأكل الكردي كمان موجود عنا هذا أكيد، لأنه نحن قاعدين بمنطقة إقليم كردستان، إجبار بيجينا كمان جماعة من كردستان وفي عنا لهم كمان ضيافات لكان أكيدها. والله بناء عن طلب الأهل، نحن هلأ في كل أهل بيجي، بيجينا موصلي، بيجينا بغدادي، بيجينا سوري، بيجينا كردي، بيجينا يعني كل العالم تجينا خير وبركة، ونحن فاتحين مطعمنا شرقي وغربي بكل النكهات، يعني أي شيء يطلبه الزبون نحن لازم نلبيه بهذا الشيء. هذا المكان نحن اختارينا الخيرة بما اختارها الله طبعا، ونحن اختارينا هذا المكان لأنه شغلنا هذا وهذا تراثنا ويعني أجدادنا، ونحن بنشتغل من زمان بهي الشغلة ومطاعم وحلويات، يعني عنا أفرع بسوريا ونحن كمان فتحنا هون فرع بكردستان. أني ماس مقيمة بأربيل، طبعا أول مرة أجي لهذا المكان وكلش عجبتني الأجواء والخدمة كلش روعة، يعني اللي يجي هنا ما يخسر. مكان شعبي قديم كلش حلو، يذكرنا بأجدادنا أهل قبل. مكان هادئ مو مثل المكان العام، يعني كلش هوسة وهاي، فحبيت المكان كلش. اجيت أنا وأهلي اليوم، حبينا نغير يعني بالأماكن الشعبية وكلش عجبتني الأجواء هنا، فحبينا ننزل عربي وكلش كان طيب الأكل، يعني أجواء روعة.